برشا ناس يقول لك مثلا كان ياخذوا تاخت من برا ولا نحبوا نعملوا في الدار القهوه تلمع الفغوي الغله تلقاها تلمع كانوا فريز ولا بنان ولا هيك لما عاملين جيت شنو هيك نعملوا نباج النباج شنو هذا النباج هذيا ناخذوا المعجون نتاع المشمش ونصبوا عليه شويه ماء نحطوه يغلي وبعد حتى بفرشيطه مش لازم باش ركزوا شويه بالفرشيطه نخدموه بالميكسر هكا ضريبه باش يقعد يسيب من بعضه وبعد بينسو وتلمع هو بالنسبه حنان للتارت يلزمك تلمعها بالاخص اذا كان تارت نتاع تفاح او تارت نتاع بنان راي لكن ما تعمليش النباج هذاك راي مشي يكحل هذاك بالنباج تقعد لونها ديما مزيان.